وينضم معنا لكشف حساب عام من تولى الكاظمي منصبه نفتحه لتقييم ما قدمته حكومة الكاظمي للعراق خلال هذا العام ولتقييم عمل الكاظمي وحكومته. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور نعمة الراوي الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور نعمة. أهلا وسهلا بك أخي. دكتور، عقب استقالة عادل عبد المهدي إثر مطالبات ثورة تشرين بتنحيته وتولى مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في العراق، هل استطاع الكاظمي تقديم فروق نسبية عما قدمه سلفه الذي أطاحت به الجماهير؟ أهلا وسهلا بك وبقناة الرافدين الكريمة والمناضلة واللي فضحت هؤلاء الدجالين الذين جاءوا إلى السلطة بغير علم وبغير موعد وجابتهم الصدف مع الأسف الشديد. أرجع إلى سؤالك أخي الكريم، الكاظمي إجا صدفة، ليس له في التاريخ سجل حافل بإنجازات أو بمكانة علمية، وإنما جاء بالصدفة عندما ذهب إلى إيران ومن إيران إلى ألمانيا ومن ألمانيا إلى أمريكا والتقى بمكية وهنالك بدأ يثق له وأصبح الذاكرة السياسية اللي هي بالتعاون مع برهم صالح. ليس له إنجازات لا سابقا ولا لاحقا، وإنما صدف خدمته والولايات المتحدة الأمريكية لكونه هو عاش في أمريكا وكان عميل لهم فجابوا أن يصبح رئيس وزراء العراق. برنامج كاظمي اشتمل على وعود عدة كان من أهمها أو من أهمها محاربة الفساد، إلى أي مدى ترى أن الكاظمي قدم شيء في هذا الملف الذي كان سببا من أسباب أو سببا مع أسباب أخرى لنشوب ثورة تشرين؟ حقيقة الكاظمي لو كان عنده حس وطني، حس وطني بكل ما تعني الكلمة، كان تلقف هذه المظاهرات وهذه الحالة السيئة المزرية في العراق واستطاع ولو قليلا، وحضرتكم أشرتوا أنه 20% من برنامجه حققه، الحقيقة لا، 7% تقريبا ما حقق الكاظمي، أقل من المتوقع بكثير. لهذا أنه الكاظمي فشل ذريع، السبب أنه عدم خبرته بالمجال السياسي، عدم خبرته في المجال الاقتصادي، عدم خبرته في المجال الاجتماعي، وأيضا هنالك القوة المتنفذة الفاعلة من الأحزاب والميليشيات المتغولة في السلطة العراقية جعلت الكاظمي أسير لهذه القوى الشيطانية التي جاء بها الأمريكان إلى السلطة عبر إيران ومن لفة لفهم. ولذلك أنه الكاظمي لم يحقق سوى 7 أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، ولهذا أنه هو فشل ولم يستطع أخذ المظاهرات ووضعها في نصيبه أو في خزينته والبناء عليها، وإنما من هو يقول أنه للدقة فقط لم نذكر أن نسبة الإنجاز في برنامج الكاظمي الحكومي 20%، ذكرنا هذه النسبة في قضية مشاركة الناخبين عام 2018 في انتخابات مجلس النواب الأخيرة أو الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت ما يقرب فقط من 20%، وأن هنالك دلائل على عزوف أكبر في الانتخابات المقبلة. في السؤال التالي على ذكر الفساد، كيف ترى يعني أثر هذا الفساد على الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق؟ وهل قدم الكاظمي يعني من خلال ورقته الاقتصادية البيضاء
ما يمكن أن يخرج العراق من وضعه الاقتصادي الحالي؟ أخي الكاظم يتحجج بكثير من الحجج، ربما بعضها مثل كورونا نعطي في هذا الجانب عذر ربما شرعي ربما مقبول، لكنه يعني لم يستطع أن ينجز قبل كورونا أي شيء، بل الاقتصاد متهور، الاقتصاد ليس له مكان في المجتمع العراقي، الناس كثير منهم فقراء يعيشون على القمامة، وجاءت أزمة كورونا وضربت المجتمع العراقي. حقيقة أخي الكريم الصحة في العراق كانت من الدول اللي يشار لها في البنين قبل 2003، قبل تجي هذه الوجوه الكادحة وتستلم السلطة اللي جابتهم أمريكا وعملائها الإيرانيين. كان الوضع الصحي في العراق بالرغم من أنه وضع العراق تحت أزمة اقتصادية خانقة وحصار لم يشهد له العالم من قبل العالم، وبذلك ظل العراق أنه له موقعه الاقتصادي، له موقعه الصحي، له موقعه الاجتماعي، بالرغم من أنه غير الموقع قبل عام 1991. نعم. أستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.